الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. ما زلنا في الكلام على باب ما يصح منه النكاح، كتاب المهذب، باب ما يصح من النكاح. قلنا بأنه العقد لا يصح إلا بولي وشهود، لا بد من 4 في حضور العقود، عقود النكاح بالذات لا بد من حضور 4 ليصح العقد. لابد من ولي، لابد من ولي وخاطب وشهود، ولابد من العدالة في الشهود. فرع قال الشافعي رحمه الله تعالى: والشهود على العدالة حتى يعلم الجرح يوم وقع النكاح. هنا المسألة عندنا عشان تعلم أنهم يبحثون في العدالة الظاهرة والباطنة، ولذلك هم عندهم أنه من ثبتت عدالته ظاهرا وباطنا صح العقد به، ومن ثبتت ظاهرا لم تثبت باطنا هناك خلاف. وجملة ذلك أنه إذا عقد النكاح بحضرة شاهدين فإن علمت عدالتهما ظاهرا وباطنا انعقد النكاح بشهادتهما، وده الصحيح. وإن علمت العدالة الظاهرة وجهلت الباطنة ففيها وجهان، أحدهما قال أبو سعيد لا يصح العقد لأنه لابد من العدالة الظاهرة والباطنة. طبعا هذا كله يستند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل، لأن ما افتقر ثبوته إلى الشهادة لم يثبت بمجهول الحال كالإثبات عند الحاكم. والحق أن هذا كلام بعيد، والصحيح الراجح أنه العقد يصح بمن ظهرت عدالته وإن لم تثبت باطنا. والثاني هو المذهب، ولم يحكي الشيخ أبو حامد وابن الصباغ غيره، أن النكاح صحيح لأن الظاهر العدالة، ولأن لو اعتبرنا العدالة الباطنة لم ينعقد النكاح إلا بحضرة الحاكم. بل قل لو اعتبرنا العدالة الباطنة في واقعنا المعاصر لم نجد أحدا له عقد صحيح. وقال الشافعي الشهود على العدالة هذا أمر يظهر في ذلك، ولأن العامة لا يعرفون شروط العدالة، وقد أجمع المسلمون على الجواز العقادي بغير حضور الحاكم. والصحيح كما قلنا حتى كلام الأحناف أعدل في ذلك، كلام الأحناف أعدل في ذلك وأرحم على الأمة في ذلك، لأنهم لا يشترطون العدالة في الشهود. وأنا من أيام 3 جاءني اتصال من العراق، يعني رجل خلاص بيموت مضطرب جداً، لأنه قال الذي شاهد على العرس فلان وفلان هذا فيه وفيه من الحرفات العقدية وفيه ما فيه. طبعا قلت له أعقدت؟ قال نعم. قلت له اذهب يا زوجتك واسكت، اسكت ما تفتح الباب مرة ثانية. وكلام الأحناف يمشى هنا، والحق أن كلام الأحناف في هذا الباب يعني وارد. هو الكلام هنا لابد أن نفهم ما الحكمة في وجود الولي والشهود. ما الحكمة؟ قولوا لي أنتم ما الحكمة في اشتراط وجود الولي والشهود؟ الشهود لحفظ الحقوق والإشهار، نعم، نوع الإشهار ما صراحة. إجابات 3 إجابات جيدة جدا، جزاكم الله كل خير. نعم، هو الحكمة من وجود الشهود هو الإشهار لحفظ النسب، حفظ الحقوق. نعم، فإذا هذه المسألة قد تقع بالفساق وبالفجار وأيضا بالعدول تقع، يعني حكمة متوفرة في هذا الباب. وأما مسألة اشتراط العدالة احتراز، لكن قد يقال بأن الحديث قد ثبت فلا حيد عنه. الحديث قد ثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وإن كان الحديث فيه كلام، لكننا نقول بأن الإسلام على العدالة، المسلم عدل ما لم يتبين خلافه كما قال الأحناف. قال المصنف: فإذا قلنا بهذا فبان أنهما فاسقان، فإن حدث هذا الفسق بعد العقد لم يؤثر، لأن الاعتبار وجود العدالة عند العقد. وإن بان أنهما فاسقان حال العقد لم يصح النكاح، لأن فسقهما أو فسقهما ينافي قبول شهادتهما على النكاح.
ومن أصحابنا من قال فيه قولان كالقولين في الحاكم إذا حكم بشهادة بشهادة شهادتين ظاهرهما العدالة ثم بان فسقهما حال الشهادة وليس بشيء. فإن ترافع الزوجان إلى الحاكم وأقر بالنكاح وأنه عقد بشهادة رجلين ظاهرهما العدالة واختصما في حق من حقوق الزوجية كالنفقة والكسوة وما شابههما فإن الحاكم يحكم بينهما فيما احتكم فيه ولا ينظر في حال عدالة الشهادين في الباطن إلا أن يعلم أنهما فاسقان فلا يحكم بينهم. لما؟ لأن العقد كان باطلا. فإذا كان العقد باطلا بشهود الفسق فلا حكم بينهما. أما إذا كانت العدالة الظاهرة فيحكم بها ويؤخذ بها. وذكر ابن سباق أن الرجل إذا ادعى نكاح لا وقال وإن عرف فإن جحد أحد الزوجين الآخر فأتى المدعي منهما بشاهدين فإن علم الحاكم عدالتهما الظاهرة والباطنة حين عقد النكاح حكم بصحة النكاح وإن علم فسقهما حال الشهادة لم يحكم بصحة العقد بل يحكم بفساده على المذهب. يعني النكاح يفسد بفسق الشهود. والله لا يستقيم عقد بحال في العصر الذي نعيشه. لذلك التخفف في هذه المسألة ألين. والكلام هنا أيضا لابد أن نفهم أن الفسق هنا يشدد عليه أيضا التفسيق. لابد أن يأتي بكبيرة كبيرة ثابتة أنها كبيرة وأن يكون مجاهرا بها. نعم. وإن عرف أنهما كان عدلين في الظاهر وجاهل عدلتهما في الباطن فلا يجوز أن يحكم بصحة العقد ولا بفساده بل يتوقف إلى أن يعلم عدلتهما الباطنة لأنه لا يجوز أن يحكم بشهادة شاهد إلا بعد معرفة حاله ظاهرا وباطنا بخلاف ما لو أقر بالنكاح. هكذا ذكر الشيخ أبو حامد وذكر ابن الصباخ أن الرجل إذا ادعى نكاح امرأة بولي وشهدي عدل فأقام شاهدين عند الحاكم فإنه يبحث عن حالهما حين الحكم ولا يبحث عن حالهما حين العقد. والأول أصح. الأصح حالهما حين العقد لأن العقد متوقف صحته وفساده تتوقف على وجود الشاهدين ولا بد من العدالة في الشهود حتى نقول قد صح العقد. وهل نعقد النكاح بشهادة أعميين أو أعمى وبصير؟ في وجهان. الأول ينعقد لأن الأعمى من أهل الشهادة وقد يميز الناس بالأصوات. والثاني لا يصح لأنه لا يعرف العاقد فهو كالأصم الذي لا يسمع لفظ العقد. والأول أصح وأنه ينعقد بالشاهد الأعمى. وهل ينعقد بشهادة أخرسين أو أخرس وناطق؟ في وجهان. أحدهما لا ينعقد. قال الشيخ أبو حامد وهو المذهب لأن الشهادة تفتقر إلى صريح اللفظ والأخرس لا يتأتى منه. الثاني ينعقد قال القاضي وهو المذهب لأن إشارته إذا كانت مفهومة تقوم مقام عبارة غيري. والحق أنه ينعقد. الحق أنه ينعقد. وهذا تسهيل كما قلنا إبقاء العقود ما أمكن وتصحيح العقود ما أمكن. وهل ينعقد بشهادة أصحاب الصنع الدنية يعني الحجام والحائك والخياط وغير ذلك والكناس وغيرهم؟ في وجهان بناء على جواز قبول شهادتين في سائر الحقوق ويأتي بيانهما في موضعهما إن شاء الله. والصحيح أنه يصح فإن العمل لا يفسقهم ودناءة العمل وإن انخرمت المروءة فانخرام المروءة لا تؤدي إلى فسق الروي. وإن عقد النكاح بشهادة ابني أحد الزوجين أو بشهادة أبيه وجده أو بشهادة عدوي أحد الزوجين صح النكاح لأن النكاح يثبت بشهادتهما وهو إذا شهد الابنان على والدهما أو شهد العدوان على عدوهما. وإن عقد النكاح بشهادة ابني أحد الزوجين أو ابن لهذا وابن لهذا أو جد هذا وجد هذا أو عدوين لهما
ففيها وجهان ينعقد لأنهما من أهل الشهادة في النكاح في الجملة، لا ينعقد لأنه لا يثبت بشهادتهما بحال من الأحوال. لما؟ لأنه ظنين، والظنين لا تقبل شهادتهم. والحق أن هنا تقبل الشهادة حتى ولو كانوا أعداء، تقبل شهادتهما، تقبل شهادتهما. وليس من شرط الشهادة إحضار الشاهدين، بل لو حضر الشاهدان أنفسهما وسمع الإجابة والقبول صح ذلك، ولو سمع الإجابة والقبول ولم يسمع الصداق صح النكاح، لأنه لا نكاح إلا بالصداق، ولأن الصداق ليس بشرط في النكاح لكنه واجب وركن أركاني. وإن سمع أحد الشاهدين الإجابة وسمع الآخر القبول لم يصح النكاح، لابد من سماع الإجابة. وهنا أيضا يأتي كل مجلس يتوفر فيه الأربعة، ولو كان مجلس العقد على النت حتى يكون مجلس نكاح، تكملت أركانه فصح. فرع، وإذا تزوج المسلم كتابية فإنه يتزوجها من وليها الكافر إذا كان عدلا في دينه، ولا صح لو حضر شاهدين مسلمين عدلين. وهذا أيضا في نظر كما قلنا قبل ذلك بأن 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 الكافر لا، الكافر لا يعلو المسلم ولا يكون وليا له، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا بد أن يكون مسلما. وقال أحمد لا صح عن زواجه إلا من المسلم، وهذا الصحيح. وقول أحمد هنا هو القول الصحيح الذي لا محيد عنه، والأثر يثبته والآية تثبته. قال أبو حنيفة زواجها من وليها الكافر وصح أن يكون شهادة بشهادة الكافرين. يقول دليلنا على أحمد أنه قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كيف يعني؟ فدل أنه لا ولاء لهم على الكافرين. هذا عجيب جدا والله. الاستدلال بهذه الآية لا يصح بحال من الأحوال، بل الأسد الاستدلال بقوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. والفرق بين الولي والشهدين، الولي إنما أريد لدفع العار عن النسب، والكافر كالمسلم في دفع العار. خطأ مبين، أكثر الكفر فيهم دياسة. قال والشاهدان يرادان لإثبات الفراش عند جحد أحد الزوجين، وليس الكافر كالمسلم في إثبات الفراش لأنه لا يثبت بشهادته الفراش، ولأن الولي يتعين في العقد فتأكد حاله فجاز أن يكون كافرا، والشاهد لا يتعين فلم يكن، فلم يجوز أن يكون كافرا. والصحيح أن المسلمة لا يكون وليها كافر، صح أن المسلمة لا يكون وليها كافر. فرع، فإن حضر عقد النكاح عبدان أو كافران فوقع الإجاب في حال رقهما، يعني حصل الإجاب زوجتك ابنتي في حال الرق أو في حال كفرهما، ووقع القبول في حال العتق عندما قال قبلت في حال الإسلام لم يصح، لأنه في الشطر الأول كانوا فاقدي الأهلية ثم تكاملت، واشترط كمالهما عند الإجابة والقبول. وإن عقد النكاح بشهادة رجل وخنثى أو شهادة خنثين لم يصح، لأنه لا يتيقن كونه رجلا، فلو بان أنه رجل في الأولى أو بان في رجلين في الثانية، قال القاضي احتمل أن يكون في العقد وجهان، كما لو صح خلف خنثى فبان له رجل، فبان أنه رجل قبل أن يقضي المؤتمن. يعني الصحيح أن نقول بأنه الخنثى ليس امرأة، لكن قد يكون امرأة، لذلك قال العقد يبطل بذلك. نعم، وهذا برضو عملا بحسم المادة وسد الذريعة، هذا عملا بحسم المادة وسدا للذريعة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.